كما جاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أخبر أصحابك ومر أصحابك أن يرفعوا صياحهم بالتلبية، أن يرفعوا أصواتهم فيذكروا الله عز وجل، فيذكر هذا الحاج بالتلبية ربه من يوم أن يهل بالإحرام من تلك المسافات عشرات الكيلومترات وهو يكرر بصوت عالي. لذلك تقول أم المؤمنين: ما وصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم من رفع الصوت بالتلبية.